مصدق تحكي هكا عملتي له هكا على كيفاش درت له كيما قلتي لي السواسوا يعني شوف كيفاش بديتها له. اسمع احكي لي بالضبط ما تزيدش حتى شيء. شوفي بديتها له شوف شريكي شريكي انا باش نقرا 7 سنين ومن بعد نقابل يماك هاد العفسة وبلي داكور خلينا لا جوز خلينا نهضروا او ديجا حجيبي لي الماء ايا حاجه واحده اخرى انا انسانه نسيبورتي النهد الميلاحه حبيت تتزوج بيا ولي النهد كيما انا سينو الله يسهل عليك خو داكور حاج حنا في الدار هنا كاع يسيبورتيو الميلاحه الحاج حاجه واحده اخرى تروح تغني نجي تروح تورني محام فتحتك بنتي تروح تحوز شريكي رجلي على رجلك ونلصق لك في الروضة عشان عندي طاكسي تسمى مضرين نخرجوا كامل كيف كيف هكذا يعني الروضة كما نقولوا في المثل تاعنا يعني وش فيك يا سارة؟ شريكي هذا هو القماش ادي ولا خلي واش قلت لي سي سليمان قبيل خير البر عاجله لا سي الجمعي كله هتلا فيها خير نوضي الحاج انا نوض عبدو نوض غدو تعشاو نوض صحة قلنا سمحونا وليدو لو كان دوك تنحي لي شويه دم ديري فيها سنواق البلوس السكر راه طالع كنت تطلعي البيت تجيبي اعطينا انسولين الله يسترك ما كاش مشكل شيخ ايوه